السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث اليوم إن شاء الله عن تكملة لعربي 2 من سلسلة المحاضرات المرتبطة باللغة العربية. إن شاء الله نتكلم اليوم عن بعض الأمور. أولا، التأثير بين الصورة واللفظ المجرد. أنا والله أتكلم مع بعض الناس، أحدث بعض الناس، أحاور بعض الناس. في بعض الناس يتكلمون مع غيرهم بكلام مباشر، يقولوا والله انت بتفهم، انت غبي، انت ذكي، انت حمار. كلمة انت ذكي وانت غبي دي هذا كلام مباشر. انت حمار بقى دي اسمها بنسميها صورة، يعني انت حمار، انت ثعلب، انت ذئب، انت اسد، انت قمر، ده فرس او دي فرس. هذه الالفاظ التي ينطقها بعض الناس نسميها صورة. الصورة في حاجة اسمها صورة بسيطة وفي حاجة اسمها صورة مركبة. بمعنى دوما التعبير بالصورة أبلغ وأجمل من التعبير باللفظ المجرد. كان في قصة زمان بيقولوا إن في أحد العلماء كان يسير في الطريق، فسبه بعض السفهاء، فقال أحد طلابه للعالم أو للأستاذ أو للحكيم أو للشيخ، قال: ألا ترد عليه؟ ما ترد عليه، الرجل ده بيشتمك أو يسبك أو يذكرك بالسوء. فقال: ألا ترد عليه؟ فذكر لطالبه تعبيرا بالصورة، فقال: أرأيت لو أن حمارا رفسك أترفسه؟ أرأيت لو أن كلبا عضك أتعضه؟ فقال: لا. فقال: إذن أنا كذلك، أنا برضو مش هرد عليه بنفس الإيه؟ بنفس الآلية. التعبير بالصورة أبلغ وأجمل وأرقى وأحسن من التعبير باللفظ الإيه؟ باللفظ المجرد. كان ممكن يقول له: لا، أنا ما بردش على اللي زي ده. لكن هو إيه؟ وضع صورة يقرب بها الفكرة للطالب الذي يتعلم منه. كذلك الشافعي رحمه الله كان أحد العلماء يعني النبغاء أو المجتهدين أو العظماء على مر التاريخ، متوفى سنة 204 هجرياً. بعد موته ذكره تلميذه أحمد بن حنبل بخير، فقال ابن أحمد عبد الله، قال لأبيه: يا أبتي، أراك تذكر ذلك الرجل كثيرا، فمن هذا الرجل؟ من الرجل ده؟ ما قالوش بقى والله الشافعي ده كان محافظ الحاجة الفلانية وكان اسمه الحاجة الفلانية وكان ساكن في الحتة الفلانية وكان بيروح الحتة الفلانية ويرجع من كذا ويقعد مع كذا. لم يذكر هذا الكلام كله، بل قال: الشافعي يا بني كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، وكالروح للجسد. فهذه الصورة بنسميها صورة إيه؟ صورة تصويرية. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن يوم القيامة، نحن نسمع عن يوم القيامة، وهذا من الإيمان بالغيب. أنا والله عارف يعني في معتقدي، أنا والله مثلا اتولدت في يوم معين أنا مملكوش، وبرضه هموت في يوم أنا برضه مملكوش، وممكن في يوم ربنا يحاسبني إن أنا مؤمن بيه، هيحاسبني على الخير والشر والفضيلة والرذيلة والله، وأي حاجة أنا عملتها إيه من المزايا أو من العيوب. فدي بنسميها إيه؟ اللي هي إيمانيات أو معتقدات أو غيبيات. ربنا سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن هذا اليوم لم يقل إن يوم القيامة أو الساعة أو الآخرة يوم عظيم، يوم صعب، يوم شديد، لا. وضع ذلك في صورة تصويرية، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، لما تشوف الآية دي، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني والله اللي بترضع ابنها مش هتاخد بالها منه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل هتولد من غير ما تاخد بالها من شدة الألم أو من شدة عظم اليوم. فقال: وتضع كل ذات حمل حملها. ورح زود قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دي اسمها صورة تصويرية. يبقى إذن أنا عندي التأثير بين الصورة واللفظ المجرد، أن التعبير بالصورة أبلغ وأجمل وآكد من التعبير باللفظ المجرد.
هذه الصورة في التوراة أو في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي القرآن وفي الشعر وفي النثر وفي الكلام العادي وفي حواراتنا اليومية من غير ما ناخد بالنا. لما الاقي مثلا بيت للمعري وهو بيقول ايه؟ رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ممكن تلاقي قبر جواه كذا حد، الخير والشرير، الصالح والطالح، الطفل والشيخ، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. يعني هو قبر واحد بس لامي من كل الأضداد، الخير والشر والصح والغلط والكبير والصغير والرجل والمرأة إلى آخره. دي بنسميها إيه؟ يعني في التعبير بالصورة. ولنذكر دوما أن التعبير بالصورة أبلغ من التعبير بالمعنى، فالأول يخاطب الحس والوجدان، والثاني لا يتجاوز الذهن والوعي. كذلك نتكلم عن بعض المصطلحات، منها مثلا مصطلح أبكار المعاني. يعني إيه أبكار المعاني؟ يعني أنا بتكلم في حاجة جديدة ما حدش سبقني ليها، دي بنسميها إيه؟ مصطلحات. أو عندي مثلا مصطلح الاحتذاء أو الاقتداء. يعني إيه الاحتذاء أو الاقتداء؟ أنا والله في واحد معين، الراجل ده بارع في مجال معين، بقلده، بعمل زيه، أثيره على خطاه، بنسميها احتذاء ونسميها اقتداء. كذلك في حاجة اسمها الاختيار. الاختيار انتقاء بعض الأساليب اللغوية والكلامية والمعرفية كي تكون في أسلوبي. يعني أنا زمان مثلا كان في واحد اسمه أبو تمام. أبو تمام اختار بعض الأشعار من شعراء مثلا ما كانوش مشهورين وبيكلموا عن القوة والحماسة، وثم اختياراته الحماسة، ديوان الحماسة لأبي تمام. اختيارات. كذلك عندنا فكرة مصطلح اسمه إعجاز القرآن. إعجاز القرآن مصطلح نقدي ذو أصل بلاغي يرتبط بالدراسات القرآنية. في حاجة اسمها الصرفة، إن إعجاز القرآن ده اللي هو والله أنا أعجز إن أنا أجيب قرآن زي القرآن، لأن كلام العرب أو الكلام العربي بيرتبط بنثر وبيرتبط بنظم وبيرتبط بقرآن، فالقرآن هو كلام من كلام العرب، ولكن لم يستطيع أحد أن يقول كلاما مثل القرآن. فيقول لك والله القرآن ده إعجازه في الصرفة أو في البلاغة أو في عدم تفاوته أو في تناسبه أو في حديثه عن المستقبل أو في إعجازه العلمي أو في إعجازه الاقتصادي أو في إعجازه الطبي إلى آخره. يعني كذلك عندنا حاجة اسمها البديهة. البديهة قال لي أن يفكر يسيرا ويقول كثيرا، أو أن يفكر يسيرا أو قليلا ويقول، وأن يقول سريعا أو قليلا وكثيرا. واحد كده ذهنه حاضر، بنسميها البديهة. البديهة في المصطلح العلمي يعني واحد يعني يقظ، إنسان يقظ يحمل سرعة في الرد وإيجازا واختصارا في الرد، سرعة وإيجاز بيوصل المعنى من أقرب طريق. كذلك عندنا حاجة اسمها الإسفاف. الإسفاف يعني إيه؟ يعني خفض اللهجة الأدبية. واحد يقول لك، واحد بيتكلم بكلام قبيح بقول له أنت عندك إسفاف، أنت عندك إسفاف. واحد بيتكلم بلغة سيئة بقول له لغتك ركيكة بالكاف، لغتك ضعيفة. يبقى إذن في اللغة قد نجد ركاكة وقد نجد إسفافا. أيضا عندنا ما نسميه التقويم. التقويم إن أي عمل من الأعمال يعني هي عرضة للتقويم. التقويم والله أنا بعدل فيها، والتقويم يسبقه تقييم. يبقى أنا عندي والله حتى في حاجة اسمها مدرج بلوم التعليمي، الحفظ والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم والتقويم والإبداع. فإذا التقويم هو جزء منين؟ بعد التقييم أنا ببدأ أعدل الأخطاء اللي كانت عندي. عندنا حاجة اسمها الشعر. الشعر يعني ايه؟ بتقول لي والله الشعر ده قول موزون مقفى يدل على معنى ممتزج بخيال وعاطفة مع قصد وحكمة. انا والله بتكلم عن الشعر، بقول الشعر ده كلام لا يتاح لأي احد ولكن يتاح لبعض الشعراء.
كذلك عندنا حاجة اسمها عيوب الشعر. عيوب الشعر يعني الأخطاء التي يقع فيها الشعراء ترتبط باللفظ وبالمعنى وبالسرقات. كذلك عندنا ما نسميه بالوحدة العضوية. الوحدة العضوية أو تماسك النص، تماسك النص. الوحدة العضوية أو التماسك أو التناسب أو التوفيق أو المؤاخاة، دي في الوجهة الحديثة بنسميها وحدة عضوية. يعني أنا بتكلم مثلا في مسرحية، بتكلم في فيلم، بتكلم في قصيدة، بتكلم في نص، دي بنسميها ما دام النص متماسك بقول عليه وحدة عضوية. لو النص غير متماسك بقول له فيه حاجة اسمها وحدة جزئية أو وحدة بيت. في برضو عندنا حاجة اسمها وقوع الحافر على الحافر. يعني ايه وقوع الحافر على الحافر؟ الحافر كده زي بنسميها زي باللغة العامية زي الجزمة بالنسبة للإنسان، إن ممكن خطوة تيجي على خطوة، الخطى متطابقة. فيقول لك ايه الحافر؟ يعني أنا ممكن أقول كلام زي واحد غيري قاله بالظبط. طب ليه؟ لأن المتنبي قال الشعر ميدان والشعراء فرسان، فربما وقع الحافر على الحافر، فربما وقع الحافر على الحافر. ودي بنسميها من باب المواردة أو توارد الأفكار. يبقى إذن نحن نحتاج إلى معرفة أن التأثير بالصورة أبلغ، وأننا في حاجة إلى معرفة مصطلحات عن اللغة وعن الأدب وعن العلم وعن الثقافة المختلفة. كلما أتقنت يوميا مصطلحا واحدا بعد مدة زمنية ستجد نفسك في عظماء المثقفين. يعني تلك لمحة سريعة أرجو أن تضيف إليكم معرفة ما. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.